ففاتوا مجموعة شباب لعنا وصاروا يطلعوا فيني ويحاكوني إنه عساس بدون يسألوني ويحكوا معي، فوتوني على غرفة وسكروا الباب وصاروا عساس إنه بدون يسألوني وكذا، فصاروا يقربوا علي ويمدوا إيدهم علي، ف يعني اغتصبوني هن الأربعة. وفقت تاني يوم لقيت حالي مرمية على الأرض بغمى علي، ما لقيت حدا. قالوا لي بعدين إنه جوزك استشهد. كتير انقهرت، كتير تأثرت، ويعني قلت صار فيني هيك وكمان بجوزي هيك كمان صار. فصرت دق لهم لأهلي قل لهم تعوا خدوني شوفي شو صار، هن أهلي كانوا هون لبنان. فقلت لهم إنه هيك هيك جوزي، ما رضيت أحكي لهم على اللي صار فيني لأنه كان كتير بشع. طلعنا على لبنان وصاروا مثلا يقولونا مثلا شو جابكم انتو لهون، مثلا روحوا لاقوا لكم غير هالقرنة، دمرتونا بلدنا. يعني ما في امان، ما عاد في الواحد يثق بحدا، يعني ما عاد في انه تحسي احساس مثلا يعني احساس الامان بهالبلد. انا طلعت لاقعد يعني لعيش بامان، هيك وين ما بروح بلاقي اشخاص يعني بس بدها تنتهكني تنتهك شرفي. قاعدين بمخيم صار عنا خوف، صار عندي خوف من كل العالم اللي حواليي. بدي احكي اخر كلمة، بدي اقول بكفي ظلم، بكفي ظلم، نحن انظلمنا كتير. انا ما رح كون انانية اقول نحن سوريين، عم بحكي بشكل عام، بكفي ظلم. اي بلد كانت واي منطقة كنت انظلمنا كتير، حرام. الاطفال والنسوان والولاد كتير كتير انظلموا، ويعني وصلنا درجة إنه قعدنا بخيام وسكتنا. العالم صارت تتقتل على المساعدات، صارت يعني تمشي وبس بدها مثلا رزقة، بس بدها شيء من أي شخص، بدها بس حدا يساعدها مشان أطفالها مشان أولادها مشان يعني تقدر تعين حالها. يعني بس بدي أقول بكفي ظلم، انظلمنا.